أهلا بكم من جديد في الدرس 137 مع كلمة مهمة، كلمة choice. choice سوف نشرحها في التفصيل بأمثلة وأهم المرادفات فقط، كل هذا فقط في دقيقتين. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس مباشرة حين نشرها. إذن كلمة choice تأتي بمعنى اختيار، تأتي بمعنى خيار، صفوة أو الشخص المختار. خلنا نأخذ أمثلة حتى نتعلم ونحفظ كيف نستخدم كلمة choice. I had to do it. I had to do it. أنا اضطررت للقيام بذلك. I had to do it. أنا اضطررت للقيام بذلك. I had no choice. I had لم يكن لدي أي خيار. I had no choice. I had no choice. المثال الأول هذا كان. أما المثال الثاني، I had the choice. I had the choice of helping or not. كان لدي خيار المساعدة أو لا أم لا. I had the choice of helping or not. كان لدي الخيار أن أساعد أو لا أساعد بهذا المعنى. إذن I had the choice of helping or not. أهم مرادفات كلمة choice: option اختيار، elite صفوة، preference التفضيل أو تفضيل. إذن الآن ضع كلمة choice في جملة واكتبها أسفل في هذا الفيديو بالتعليق. شكرا لكم على المتابعة، انتظرونا بالحلقة القادمة مع كلمة مهمة جدا أيضا وهي كلمة choose في الدرس 138. إلى اللقاء قريبا.